مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بميس جيهان، صاحبه بيوتي لوفت صالون. كيفك مدام جيهان؟ ميرسي كتير. مدام جيهان، ممكن تعرفين اكتر عن نفسك وامتى بداتي تاسيس بيوتي لوفت صالون؟ اسمي جيهان عامر، صار لي اراوند 17 سنه بالامارات. كنت اشتغل بالبانكينج، وبعدين وقفت اهتم بالعائله. واراوند يعني 1 year and a half ago قررنا انه نفتح البزنس. الشيء الدافع اللي خلينا انه نفوت نفتح بزنس يعني بالامارات كانت الطريقه اللي تعاملت فيها الدوله واحتضانها للناس بهالفتره الصعبه كثير. فامنت لنا يعني بصراحه كان في سكيورتي، وحسينا حالنا انه اوكي اذا هالقد بوقت صعب الواحد يعني بيعدي فيه ببلد قادرين يعني يطلعوا منه بقوه، بيطلعوا منه اعطينا ثقه. عرفتي؟ وما كنا خايفين. فزودت ثقتنا نحن لنفوت ونعمل مشاريع بالبلد. طبعا انا اذا بتطلع على المشاريع المعماريه اللي عم بتصير ريسنتلي وطول عمرها، يعني هلا خلال انا اتليست 17 سنه اللي فيهم انا هون، الاستشفاء، المدارس، على جميع الأصعدة يعني. فبتخليك تحسي كإكسبات انه ايه واي نوت انا انه اجي واعمل انفستمنت ببلد مثل هيدا. فالامارات بالنسبة لي انا هي خلاص بلدي. This is why يعني انه قررنا نعمل انفستمنت في دبي. نعم، مدام جيهان، ممكن تعرفينا ايه الخدمات اللي بتتقدم هنا في بيوتي لوفت صالون؟ نحن مثل ما قلت لك انه بنخدم للسيدات وللرجال، وشي اكيد للاطفال. لنبلش بالسيدات، عندنا الهير سكشن بنعمل فيها كل شيء، كولرز، كولر تريتمنتس، عم نحكي هايلايتس والكولر العادي. عندنا هير اكستنشنز، بعدين تريتمنتس ان تيرمز اوف كيراتين، بروتين، بوتوكس، وقصص ثانيه يعني التريتمنتس الصغيره اللي بتعمليها الشعر وقصش اكيد وهيك، وتسريحات. عندنا ميك اب، عندنا ايلاش اكستنشن وايبرو لامينيشن ولاش ليفت. بالنسبه للنيلز طبعا النيل يعني ماني باديز العاديه بلس كل شيء، هلا صارت النيل اكستنشنز اللي مطلوبه كثير والنيل ارت. عندي كمان بالسبا سكشن فيشلز، كذا نوع فيشل ذا تريتس يعني كذا نوع من السكن والنيدز تبع الستات يعني او الرجال يعني بهالذات سنس. وبالمساج عندنا السليمينج مساج وعندنا المساجات العاديه اللي هي ريلاكسيشن مساج، ديب تيشو مساج، هوت ستون الى اخره. اي هوب ما كنت نسيت شيء. للرجال عم نقدم نحن شيء اكيد نسيت الواكسينج كمان مثل ما قلنا. فللرجال عندك عم نقدم مساج، فيشلز، ابر بودي واكسينج، وماني باديز. يس ايوه. فينا نقول الصالون ما شاء الله عائلي، يعني فينا ناخذ العائله. صح مزبوط، عندي كابلز بيجوا مع بعض وبياخذوا السيرفيسز، يعني هي بتكون عم تاخذ شيء هو كمان بيكون عم بياخذ سمثينج ايلس. فايه وعندنا باكجز كل من هدول القصص، وهلا جاي الفالنتاينز داي فعاملين لهم قصص كثيره. يس. ميسي هان، زي ما حضرتك عارفه في هنا تنافس شديد بالامارات، ازاي صالون بيوتي لوفت قدر يتميز؟ صح مزبوط. هلا مثل ما تفضلت وقلت انه الناس حتى صارت كثير برايس كونشس وبتعمل درسها كثير قبل ما تكون تنقي الصالون حتروح لعنده. شو اللي بخليهم يتجهوا؟ شيء اكيد انه جوده السيرفيسز، بيطلعوا على يور جوجل ريفيوز، بيطلعوا على السوشيال ميديا بيج تبعيتك وبيجوا عم بيجي البرايسز. فنحن انه جربنا نعمل على قد المستطاع يعني باكجز تسوت النيدز تبع الكلاينتيل تبعتنا، يعني هن اور تارجت ماركت اوف كورس. فعاملين كثير باكجز بتناسب لهم يعني احتياجاتهم، وبلس اسعارنا يعني فيري كومبتيتيف ان تيرمز اوف انه عم تاخذي جوده 7 ستار
اوكي ببرودكتس كمان عائله الجوده، ما بنقدم شيء يعني. حيالله عندنا براندز مثل لوريال، برايم، عندك كينيتكس، هيستومير، دكتور رونو، فمن احسن البراندات اللي موجود طبعا باسعار كثير مناسبه يعني، فيري كومبيتيتيف ان تيرمز اوف كل الناس اللي حوالينا، حتى يعني بجوده السيرفيس تبعيتنا في يقول عادي انه يعني بننافس الصالونات اللي بالاوتيل. مدام جيهان، ممكن تقولي لنا اكثر عن نظرتك المستقبليه؟ طبعا انه بما انه قاعدين بهيك بلد يعني دائما بنحس انه كل ما بدك تطوري حالك كل ما رح يكون تنفتح بوجهك الابواب. فان شاء الله يعني انه نظرتين يكون عندنا، مش بس فرع واحد، كذا فرع لبيوتي لافت. بعدنا صغار يعني، وكمان طبعا يعني انه بتاخد الخبريه وقت، بس انا بشوف انه لانه نحن قاعدين بهيك بلد اتس فيري بوزيتيف، وبشجع يعني عن جد كل العالم يلي عبالها تعمل انفستمنت بالامارات انه يس جو اهيد، لانه مش بس انه هن رح يساعدوك انه كانه اتس ايزي، لانه انه خلص مثلا انا هلا سول اونر، ما عندي حدا مثلا لازم يكون يجي يفوت الشريك معك، هيدا اول شيء. ثاني شيء ال الكل الانتيتيز اللي تعاملنا معها من دبي مونسيباليتي للدي دي اي كثير بيساعدوا، عرفتي انه سهوله المعامله، سرعه انه تخلص المعاملات. حتى انه اذا ما رحت على الفاسيلتي اللي هن اصلا ستيت اوف ذا ارت، وبتتعاملي مع ناس يعني انه فهمانه وعن جد يعني بيقدروا يستوعبوك وبيلبوا لك طلباتك اونلاين، بتقدر تخلصي كل معاملاتك. فهيدي كمان شغله انه كثير ايزي بالنسبه لنا نحن، انه يلا لعب يعني، عرفتي. فعن جد انا يعني لي الشرف اول شيء انه اكون معك اليوم. شكرا لك كثير، احنا كمان يعني لنا شرف انه نكون قاعدين بهيك بلد، وليش لا انه نقدم لها، لانه هي كمان عم تقدم لها. نعم اكيد. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. ميجي هان بالمستقبل ان شاء الله. ميجي هان، حابين نقول للساده المشاهدين بالاخير ازاي يقدروا يتواصلوا مع بيوتي لوفت صالون؟ إيه، نحن موجودين على انستغرام بيوتي لوف دبي، نعم، وكمان على الفيسبوك وعلى التليفون. اذا بدك اعطيك الرقم ولا انتو حابين بنحطه اسفل الشاشه. اوكي نعم. شكرا شكرا كثير ميجيهان، نورتينا بالبرنامج. ميرسي لك كثير. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.